وقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأحق الناس بالإمامة. فالحق الناس بالإمامة من هو؟ أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله عز وجل، الذي يحفظ القرآن، يحفظ من القرآن أكثر أو يقرأ القرآن أكثر، هذا هو الأحق بالإمامة. طيب لو كان غيره أكبر سنا، ها؟ يقدم عليه الأصغر إذا كان أقرأ. طيب لو كان أعلم، يعني هذا عالم لكنه لا يحفظ القرآن، وهذا يحفظ القرآن لكنه ليس بعالم، إنسان يعني يعرف فقه صلاته فقط لكنه ليس بعالم، من نقدم للإمامة؟ ها؟ أقرأهم لكتاب الله، لأقرأ نقدمه على هذا، يعني تقديما له في شأنه، وهو قراءة وهو الصلاة، لأن الصلاة عمدتها القراءة، وتقديما وتكريما لصاحب القرآن. وإذا جاء في الحديث أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان فيهم أبو بكر وعمر وجماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ذلك لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فإن كان يقرأ القرآن لكن لا يحسن صلاته، يعني لا يعرف فقه صلاته ولا يحسنها، نقدمه أو لا؟ لا نقدمه، لأن فيه مانعا وهو عدم إحسانه للصلاة. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إن كانوا في القراءة سواء، يعني يتفقون مثلا كلهم يحفظ القرآن أو كلهم يحفظ نصف القرآن، فنقدم الأعلم بالسنة. والمقصود الأعلم بالسنة هي الأفقه في الدين، الأعلم بأمور الشرع، فنقدم، لأن السنة المراد بها أحكام الشرع، أحكام الشرع. وفي هذا فضيلة لطالب العلم أنه يقدم على غيره، يقدم على غيره، فهو يقدم بعد الأقرأ. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني الذي تقدم في الهجرة على غيره. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفين في مكة، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى المدينة، فهاجروا بعضهم خلف بعض، يعني تقدم بعضهم على بعض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فضيلة من تقدم بالهجرة على غيره، وكان من أول من هاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم، فدل على أنه يقدم من كان أقدم هجرة، وهذا في حق من كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، وفي رواية سنا، يعني عمرا، يعني أكبرهم عمرا. فأما أقدمهم سلما فواضحة، وأما أكبرهم يعني سنا فهنا إذا تساووا في القراءة والعلم بالسنة يقدم الأكبر سنا، يقدم الأكبر سنا، لأن الشرع جاء بتقديم الأكبر سنا في مواضع كما هو معلوم.
فلذلك قدم في الصلاة بعد الاعتبارات المذكورة، بعد هذه الاعتبارات المذكورة. ولو تقدم المفضول على الفاضل يجوز؟ نعم يجوز وتصح صلاتهم، لكن لو أمهم من فيه فسق، من هو متصف بالفسق، ها؟ مثل من يعمل كبيرة من الكبائر كمن يشرب الخمر أو تعاطى المسكرات أو غيرها أو ما مات لهذه الأمور، فهل تصح صلاتهم؟ ها؟ تصح ولا ما تصح؟ أو الإنسان اللي يحلق لحيته ويطيل ثوبه لأن هذا فسق ظاهر، فهل تصح صلاتهم إذا صلوا خلفه؟ المذهب وهو مذهب جمع من أهل العلم أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، لا تصح الصلاة خلف الفاسق، ولا يجوز أن يرتب إماما، يعني أن يكون إماما. والأقرب أنه تصح الصلاة خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصلاة خلف أمراء الجور، يعني الأمراء الظلمة، وقال إن صليت معهم، إن صليت ثم حضرت الصلاة معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وهذا توسع من الله عز وجل، خصوصا في زمن هذا الذي كثر فيه الفسق، فعلى هذا تصح الصلاة خلفه، لكن لا ينبغي أن يرتب الفاسق إماما، لا ينبغي أن يكون الفاسق إماما راتبا. وعلى من والله الله عز وجل هذه الأمور أن لا يولي إلا إنسان ظاهره الصلاح، وإن كان لا يعرف باطنه لكن ظاهره الصلاح ولا يعرف عنه فسقا. وأما الصلاة خلف الكافر فلا تصح كما هو معلوم، مثل ما لو صلى خلف من يستغيث بالقبور ويدعو الأموات ويشرك بهم من دون الله عز وجل، يدعوهم من دون الله، فلا تصح صلاته. نعم لا تصح. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الصف الأول فالأول. هذا من المؤلف رحمه الله شروع في أحكام تسوية الصف. فمن السنة أن الإمام يتقدم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، لكن لو صلى بينهم يعني في وسطهم أجزأ، وإن كان قد ترك السنة، فيشرع أن يتقدم عنهم ويتأخرونهم خلفه فيصلي بهم، وهذا إذا كانوا أكثر من اثنين. فإن كانوا اثنين فإنه يصلي المأموم عن يمين الإمام، يصلي المأموم عن يمين الإمام. وهل يتأخر المأموم قليلا أو يكون بجانبه عن يمينه محاذيا له؟ محاذيا له. ها؟ محاذيا له. نعم، الصحيح أنه يكون محاذيا له، وهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس حينما أمه في صلاة الليل، فيجعله عن يمينه. فإن جاء المأموم عن يسار أحاله الإمام إلى جهة اليمين. والسنة أيضا أن يتم المأمومون الصف الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف الأول فالأول
وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فمن الآن ترك السنة أن الناس يشرعون في صف ثاني والصف الذي قبله لم يكتمل، فالمشروع أن الإنسان يكمل الصف الأول ثم الصف الناقص ثم يشرعون في صف يليه. وإذا قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي وليأتم بي من بعدكم، وقال عليه الصلاة والسلام أتموا الصف الأول وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وعلى هذا فيتقدمون يتمون الصفوف الأول. فإذا دخلت الحرم الآن الصفوف كما تجدونها في الحرم كيف؟ تجد صفوف ناقصة كثير. والآن الإمام يصلي، فهل الأولى أنك تدخل في أقرب صف لتدرك الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام، أو تتقدم إلى الصف الذي يلي المكتمل، يلي الصف المكتمل؟ ها؟ نعم، تتم الصف الأول. ها؟ الأفضل خلنا من له، الأفضل أفضل أتقدم وأصلي والإمام الآن يصلي، أتقدم وأتم الصف الناقص الذي يلي الصف المكتمل، ولا أنتظر، ولا أصلي في نفس المكان ولو كان قد أمامي صفوف ناقصة؟ ها؟ صلي في نفس المكان. ها؟ نعم، الصحيح أنني أتقدم إلى الصف الناقص الذي يلي الصف المكتمل فأتمه، لقوله عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول، حتى لو أني تأخرت قليلا في دخول الصلاة فهذا لا يضر إن شاء الله، وما فعلته هو الأولى. نعم. ها؟ أي ما لا نهايه؟ لا، تجد صفوف مكتمله قدامك، انت ما انت مكلف باللي عنده من وراء الامام، لكن تشوف الان في نظرك، فاذا يوجد فرجه ادخلها، لو كان فيها فرجه من يمين او يسار ما انت مكلف، خلاص انت دخلت الى الصف الذي امامك فيه نقص. نعم. الحرم الحرم وغيره سواء، يصلون في الساحات وداخل الخارج الساحات. الساحة الخارجية، اي نعم، هذا خلاف الأولى، مفترض انه ما يعني ما يصلون الا داخل المسجد. نعم. قبل ان انتقل من هذا الحديث، لفظ اقرأهم لكتاب الله بالنسبة لتقدم الإمام، اقرأهم بمعنى احفظهم، ربما يكون احفظ الحاضرين ولكن لا تصح قراءته، يعني لا يصح في قراءته، بل هو الأقرأ يطلق على الأحفظ، الأحفظ يعني الذي قراءته أسلم وأصح، هذا المقصود بالأقرأ. هذا أصحهم قراءة، قراءهم يعني أصحهم قراءة، يعني إن كان اثنين واحد حافظ 10 أجزاء لكن لا يحسن القراءة، والثاني لا يحفظ إلا جزئين ولكن يحسن القراءة والأداء. لا، إذا كان لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن يشكل تشكيل غلطي، يرفع المكسور ويفتح المضمون. نعم. إيش؟ إيش؟ يغير إذا كان يلحن. نعم، يلحن لحنا يحيي المعنى. نعم، هذا ليس أقرأ، الذي يحفظ جزئين أقرأ منه. نعم. قال رحمه الله ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. من صلى فذا خلف الصف، بمعنى من صلى منفردا خلف الصف وأمامه صف يمكن أن يصلي فيه، أو الصف الذي أمامه قد اكتمل، فالحنابلة رحمهم الله يقولون صلاته غير صحيحة،
وعليه أن يعيد صلاته. فلو أنه أتى وقد اكتمل الصف الأول والإمام يريد أن يركع ولم يجد فرجة في الصف الأول أو مكانا، فصلى خلف الصف الأول وركع مع الإمام الركعة الأولى، تصح صلاته أو لا؟ يقولون لا تصح صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة للفرد خلف الصف. فدل على أنه لا تصح صلاته أن يصلي وحده. إذا كان له عذر مثل أن يجد الصف مكتملا فلا يجد فيه فرجة، وخاف أن تفوته الجماعة، يعني أن تفرغ الصلاة ولم يجد فرجة، فهل يجوز له أن يصلي وحده أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول يجوز له ذلك لقوله لغير عذر، وهذا عذر، وهذا الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الحنابلة يقولون لا يصح أن يصلي خلفه سواء لعذر كهذا العذر أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يستثني المعذور من غيره. كما أنه لما رأى الرجل الذي يصلي خلف الصف وحده لم يسأله هل وجدت فرجة، هل جاء معك أحد وتركته، بل أطلق عمم الحكم عليه الصلاة والسلام فقال استقبل صلاتك، أو قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فدل على أنه لا يعذر، وهذا القول أقرب، فلا يجوز له أن يصلي ولو كان لعذر. طيب ماذا يفعل؟ نقول إن وجدت فرجة فادخل، ما وجدت فرجة انتظر حتى يأتي أحد، حتى لو فاتتك الركعة فأنت معذور، لكن لا تصلي خلف الصف وحدك. نعم. لو سحب شخص، يعني بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يقولون يسحب معه شخص، لكن هذا فيه إشكال من حيث الفقه والنظر، أنك الآن تنقله إلى مكان مفضول، أو من جهة أخرى أنه ربما تتشاكل أنت وإياه، فالأولى أن لا تفعل هذا، خاصة في زمننا هذا الناس ما يفهمون هذا الشيء، فالأولى أن لا تفعل، لا تفعل هذا الفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. في هذا الحديث أن موقف الإمام، موقف المأموم مع الإمام، موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمينه وليس عن يساره، عن يمينه وليس عن يساره، ويدل عليه حديث جابر وجبار أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جابر جعله عن يمينه، فلما جاء جبار أخذهما وردهما خلفه، فصليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صليا عن يمينه وشماله أجزأ، أو صلى كلاهما عن يمينه أجزأ، إلا أن الأولى والسنة أن يصلي خلفه، أن يصلي خلفه، هذه السنة كما جاء في حديث جابر الذي ذكرنا. نعم. وفيه من الفقه أيضا أنه لا يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة، فإن بعض الفقهاء قال إذا لم ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة لا تصح صلاته. فلو أنك دخلت الآن مثلا، فاتتك صلاة المغرب، دخلت وصليت وحدك، فجاء شخص ما رأيته أنت ولا علمت به أنه سيأتي، ما نويت أن تكون إماما له، فدخل معك، يقولون لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الإمام لم ينوي الإمامة من أول صلاته، ولا تصح الإمامة بدون نية.
ولكن حديث ابن عباس هذا الذي سمعنا دليل على أن ذلك صحيح ومجزئ، وهو الأقرب، وهو القول الثاني في المسألة أنه يجزئ ولو لو ينوي الإمامة، ولو لم ينوي الإمامة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. هذا فيه من الأدب أن الإنسان يمشي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، تقدم لنا الكلام عن ذلك. وفيه أنه لا يسرع إلى الصلاة ليدرك الركعة، بل يصلي، فما أدرك صلى، وما فاته أتمه، وما فاته أتمه. وهذا المشهور في الرواية، وفي رواية قال: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. وعلى هذا اختلف الفقهاء فيما يدرك الإنسان من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ فالشخص الذي يأتي يصلي مع مثلا مع الإمام صلاة المغرب فاتته ركعة، فدخل مع الإمام في الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية هي الركعة الثانية للمأموم والتي تليها الركعة الثالثة، ثم يأتي بالركعة الأولى بعد الصلاة بعد السلام، أو هي الركعة الأولى للإمام للمأموم والتي تليها الركعة الثانية والتي يقضيها هي الركعة الثالثة؟ اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ما فاتكم فأتموا. فأتموا يعني إيش؟ أكملوا، يعني اللي أدركت أنت الأول، وهذا الذي تفعله هو إتمام وإكمال، يعني هو الآخر. وقوله وما فاتكم فقضوا، يعني الذي أنت أدركته هو آخر الصلاة، والذي تفعله هو قضاء للسابق، والذي تفعله قضاء للسابق. والأرجح أو الأقرب أنه ما يدركه المأموم هو أول صلاته، والله أعلم. وعلى هذا فيصلي مع الإمام، وإذا فرغ يأتي بما فاته. ينبني على هذا خلاف طويل، لكن نختصر من الإشارة إلى ذلك. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا يبين الإنسان أن الأمر فيه سعة، فلا ينبغي للإنسان أن يركض إلى الصلاة ولا يزعج غيره بالجلبة والصوت، بل ينبغي له أن يأتي بسكينة ووقار، فالذي أدرك الحمد لله يصلي، والذي فاته يقضي، والأمر فيه سعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وفي سنن أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون مع الإمام، أو كانوا يتأخرون إلى أن يكون الإمام على حال معينة، فقال معاذ رضي الله عنه: لا أجده على حال، أي لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال، إلا صنعت كما صنع، إذا وجدته راكعا ركعت، إذا وجدته ساجدا سجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم، فخذوا بما سن لكم معاذ. وهذا المشروع أن الإنسان يدخل على أي حال كان عليه الإمام، سواء كان ساجدا أو جالسا أو راكعا أو رافعا من الركوع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا. فدل على أنه ما يفعله بعض الناس الآن، يجلس ينتظر إلى أن يقوم الإمام من الركعة التي فاته ركوعها فيدخل معه، غير مشروع. وترك للسنة، السنة أنك تدخل مع الإمام على الحال التي هو عليها، وما تصليه حتى لو لم يحسب لك ركعة، هذه السجدة أنت تؤجر عليها،
وهذا التسبيح أنت تؤجر عليه، فلا تفوت على نفسك الخير. نعم، هذا ختام الكلام عن أحكام صلاة الجماعة والإمام والائتمام، وإذا كان فات شيء نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.